يا ساتر، شوفوا 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 مين قابلنا، العصابة. أول مرة أشوف قرود حرامية. قال لك يا بنام. طيب قبل ما أبدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل. عندهم خدمة جديدة، الخدمة أنك أنت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل. كل اللي عليك تدخل على أي إعلان، مو شرط. أنا أعطيكم مثال، ندخل كذا بعدين سوق الآن، نسخ، انشر في جروبات الواتساب، اي مكان. واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك حتاخذ 50% من عمولة موقع مستعمل. الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك، فضروري تسجل وتنشر الرابط. بالتوفيق لكم يا رب. طبعا بامكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور، جوجل بلاي، وايضا متجر هواوي. سامعين هذا الوضع هنا؟ قال لك يا بنام اخذ غفوه كده واصحى على الاصوات، يا صوت الكلاب يا صوت. المهم خلاص قربنا الساعه 4. يا هلا، يا صباح الخير. الله اكبر الله اكبر. ضغطت زر من الريموت، النوافذ الاربع كلها انفتحت وفتحت السقف. شوف اول ما اضغط على الفرامل يصير اللون اخضر. شايفين الان كذا ترفع الصوت، كذا تخفض الصوت، وكذا ميديا. فاذا حاب تكتم الصوت علق كذا، لازم تعلق. بعدين شوفوا تم كتم الصوت. طيب الان بشبك الجوال على الشاشة عن طريق ميزة الانعكاس. طبعا لازم تحمل برنامج، فتضغط هنا. اما بالنسبة للايفون اكتب الاسم هذا في ابل ستور، حمل البرنامج، بعدين اشبك على اليو اس بي. اول ما ادخل للبرنامج هذه الصفحة تبع البرنامج، بعدين اجي هنا في الشاشة اضغط على البرنامج كذا، احط اتصل الان، بدأ البث. فالان مثلا بخش جوجل ماب، شوف الان طلع لي جوجل ماب. الف الجوال بالعرض كذا يصير بالعرض. طيب ابغى اسوي بحث وزي كذا، كله عن طريق الجوال، لان الميزه ايش عباره عن ايش؟ انعكاس. فتقدر تشغل يوتيوب وكل شيء وكل امورك تمام، لان الفكره زي ما قلت لكم انعكاس. فائده الرؤيه المحيطيه، شوفوا توقف على الرصيف بالملي. مجرد ما اضغط على زر القفل على طول تلقائيا جميع النوافذ والبانوراما، تلقائيا بضغطه زر فقط. حتى هنا شوفوا، مجرد ما افتح تفتح العيون وتقول لكم يا صباح الخير. متجهين الى جبل دكة. الله يعطيه العافية شهيد، اشغلته معي في التصوير، كل شيء اقول له تعال صور تعال صور عشان انا اكون منتبه في القيادة. طيب شوف الطلعة كيف، شوفوا كيف. طبعا هذه الطلعة مشهورة هنا في الشفا، فبسم الله حطيت على السبورت. الشباب اللي معايا من غير ما اسالهم يعني قالوا لي ما شاء الله يا ابو نهال نعومه السياره جباره. ففعليا نظام التعليق كانك انت راكب سياره فيها نظام تعليق هوائي. طبعا الطريق خشن جدا هنا، جدا خشن الطريق هذا، لكن كنعومه ما شاء الله تبارك الله. يعني ان السياره هذه في فئاتها تعتبر سياره ناعمه، نعومة جدا ممتازة، هذا القصد لا أكثر ولا أقل. شوفوا ما شاء الله مع المناظر. بعدين شوفوا أول ما أقرب من هذا على طول السيارة تصير شفافة عشان تشوف الكفرات، يعني تشوف من تحت. طيب وقفنا هنا وجينا عند المكان الجميل ده، والزول الطيب هذا الله يطيل عافية. طبعا هم ما يبيعوا الا علبه كامله ب10 ريال، لكن قلت له يا اخي انا نفسي فيها وما ابغى كميه كبيره، فقال لي تبشر والله. فبيض الله وجهك، شكرا لك، يعطيك العافيه. والله اول مره اشوف قرود حراميه.
هذاك ايش شال؟ تفاح؟ تمر ها؟ كرتون تمر. أول مرة أشوف قرود حرامية. الله صقر الجو الزور السمع. يا الله يرزقك ويعوض عليك. القرد سرق منك ها؟ يعوض عليك إن شاء الله. يا الله توكلنا على الله. مستمرين. صراحة بالسيارة هذه سوينا مغامرات. شوفوا جمال المكان ما شاء الله تبارك الله، هنا أشجار وخضار عاد مع الأمطار والأجواء الغائمة بتشوفوا مناظر مختلفة تماما عن الآن. عاد في الطائف لا تستغربون تشوفوا هالمخلوقات، قرود في كل مكان. بالله شوفوا المنظر كيف، والله لما رحت لبنان نفس المناظر سبحان الله. ونفس الوقت الآن المكان هنا طلوع فجالس أطلع ما عندي أي مشكلة، حاط رجلي على مهلي على البنزين والوضع تمام. وأحيانا السيارة ترجع كذا تغير على ورا عشان تأخذ عزم وتريح على طول، يعني ما تستمر. عادة في الطلوع أكثر شيء تنزعج من الخضخضة وعزم ضعيف وإلى آخره، لكن في السيارة هذه حتى لما السيارة تحتاج عزم وكذا عادي الوضع تمام، يعني تأخذ عزم بس من غير ما تزعجك يعني. وخاصة في الملفات السيارة رايقة 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 بمعنى الكلمة. شوفوا المناظر كيف، قرب قرب شهيد من هنا. ايوه ايوه قرب قرب مره. ايوه ايوه يا سلام. والله معليش يا شهيد تعبتك معي في التصوير اليوم. يا ساتر شوفوا 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 مين قابلنا، العصابه. طبعا الان هنا اكسجين قليل وطلوع حاد، ف ركزوا في تحشيقات السيارة. أمن الالتفاف جدا عادي تقدر تلوب بكل سهولة. طبعا الآن وصلنا أعلى نقطة في المنطقة هذه. بالله شوف المنظر كيف كيف، بالله إيش رأيكم؟ إن شاء الله نقدر ناخد صور حلو بإذن الله. على فكرة هنا مكيف ترى، هذا هنا هذه فتحات التكييف هنا. يا هلا والله، بالله ايش رايكم بالمكان؟ بصور لكم كذا تصوير فوتوغرافي وحتشوف الصور ان شاء الله. طيب بسم الله نجرب لكم التسارع. طيب خلاص خلصت التصوير، صراحة كان شيء متعب لكن إن شاء الله النتائج. طيب الآن بشبك الجوال على الشاشة عن طريق ميزة الانعكاس، طبعا لازم تحمل برنامج فتضغط هنا. أما بالنسبة للآيفون أكتب الاسم هذا في أبل ستور، حمل البرنامج بعدين أشبك على USB. أول ما أدخل للبرنامج هذه الصفحة تبع البرنامج، بعدين أجي هنا في الشاشة أضغط على البرنامج كذا، أحط اتصل الآن، بدأ البث. فالآن مثلا بخش جوجل ماب، شوف الآن طلع لي جوجل ماب، ألف الجوال بالعرض كذا يصير بالعرض. طيب أبغى أسوي بحث وزي كذا كله عن طريق الجوال، لأن الميزة إيش عبارة عن إيش، إنعكاس. فتيجي تشغل يوتيوب وكل شيء وكل أمورك تمام، لأن الفكرة زي ما قلت لكم إنعكاس. تستاهل هالتعب، بالله شوفوا هالمنظر. طبعا الآن مش موسم الأمطار فبالتالي ها يعني الألوان صايرة كده صفرة خضرة فاتحة وإلى آخره. والأول زمان هنا في موسم الأمطار وموسم الشتاء تلاقون الدنيا مخضرة هنا ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا لما جينا الطائف جينا من طريق الهدى، الان هذا الطريق تقريبا اسمه الطريق السياحي شيء زي كذا، جهة جبل دكة. فإلى جدة ان شاء الله نتوكل على الله.
بالبنزين الموجود نقدر نمشي 187 كيلو. فأول ما أصل جدة أشوف كم إجمالي الممشى مقابل بنزين فل. طبعا ما راح أعبي كالعادة بنزين فل مرة ثانية، لكن لما عبيت بنزين فل صورت لكم بمبلغ 144 ريال. فحنشوف بنزين أحمر، طبعا الاستهلاك هنا مجهد. ليش؟ لأنه فيه ارتفاع ونزول ودعس ومن هالأمور. فإن شاء الله أنه التجربة نالت على إيجابكم. والله العظيم كان بإمكاني ما أجي وأسوي هالرحلة ولا شيء، بعيد عن المتعة الشخصية، عادي أصور لكم السيارة سريع سريع داخل البلد وإلى آخره. لكن بحكم أنه السيارة عائلية وأغلب اللي حيشترونها حيسافروا فيها وإلى آخره، فمن باب الفائدة حبيت أوثق لكم كل صغيرة قبل الكبيرة. وفي الأول والأخير لا تشتري على كلامي لو سمحت، لا تشتري على كلامي، أنت قرر وخليك مسؤول عن قراراتك. أنا فقط هنا أنقول لك التجربة، يعني تجربة المستهلك حتكون مختلفة تماما عن تجربة واحد بيجرب يوم يومين. فدائما أقول لكم النقطة هذه، لأنه صراحة في لبس في الموضوع هذا. يعني محتوى القناة عندي عبارة عن إيش؟ تغطيات لأجدد السيارات. تنتقدوني إنه المستهلك ما يهمه مواصفات، ما يهمه مدري إيش، أهم شيء عنده قطع الغيار والصيانة وإلى آخره. فكرة القناة تغطية لا أكثر، يعني تغطي يعني أي جديد في عالم السيارات بنصور لكم بنغطي لكم. من هم من اللي بيستفيدوا؟ شخص يحب يطلع كل جديد في عالم السيارات، شخص حاب يشتري هذه السيارة مو عارف تفاصيل عنها، هذا شيء. الشيء الثاني، حتى لو إنك رحت الوكالة أنت تمام وحاب تعرف تفاصيل السيارة من ألف للياء ما حتقدر تعرف. هذا الشيء احنا نعانيه بصفة شخصية، يعني لما نصور لكم السيارة لا تتوقعون إنه المعلومات تجينا جاهزة، احنا نقعد نبحث وندور 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 نجمع المعلومات بعدين نسرد لكم التفاصيل والمعلومات. هذا هو الهدف الأساسي من هالقناة. احنا مو تخصصنا قطع الغيار ولا تخصصنا سيارة كم سنة بتعيش. انا لا اني صانع هذه السيارة ولا اني وكيل هذه السيارة، حبيت افضفض لكم كذا مع هالطريق الجميل. شوفوا شوفوا صادفنا مين. طيب الان بنجرب ميزة الاوتو بارك. نضغط الزر هذا، اول ما نضغط هنا عندنا البحث عن مكان لوقوف السيارة، وأيضا نقدر نسوي بشكل يدوي يكون أسرع. نختار زي كذا، بعدين شوفوا ركزوا معايا، نجيب نسحب كذا مثلا، أبغى الموقف هذا حلو، بعدين ألوب بالطريقة هذه حلو، بعدين أودي كذا خلاص. بعد ما أسوي أسوي إيش؟ تأكيد. بسم الله، الآن يرجى تحرير الفرامل، أشيل رجلي من الفرامل على مهلي. السيارة هي اللي إيش راح تدعس، راح تسوي كل شيء. طبعا أنا مستعد لمسك الفرامل بأي وقت تمام. هي راح تعشق من حالها، كل شيء هي بنفسها، وراح توقف في المكان اللي أنا حددت. طبعا أنا مستعد عشان أقبض الفرامل في أي لحظة إذا احتجت أتدخل. يعني شوف أنا يدي لا قاعد أمسك فرامل ولا قاعد أدس بنزين ولا شيء، وهي من نفسها شغلت الفليشرات. شوفوا حتوقف على نفس هذا. شوفوا وقفت تماما على المكان اللي حدد، ما ان انا حددت شوية هنا زيادة بس هي مسكت الفرامل على الحاجز. الممشى الاجمالي 490 كيلومتر من يوم ما عبينا بنزين فل. 144 ريال عبيت البنزين، وكان تقريبا استهلاك الوقود 10.9 لكل 100 كيلومتر. فأتمنى التغطية والرحلة نالت على إعجابكم. كانت رحلة ممتعة بس متعبة، شمس وإلى آخره، لكن حبيت أفيدكم وإن شاء الله أنكم استفدتم. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. في أمان الله.